بصورة تدعو للفخر لها وللكرة المصرية والإفريقية وحتى العالمية. كتبت عائلة فهم اسمها بمداد من ذهب في سجلات الإدارة الرياضية على مدار أكثر من 80 عاما. في 23 من نوفمبر الماضي، ومع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف الملاجاشي أحمد أحمد رئيس الكاف 5 سنوات بتهم تتعلق بالفساد وسوء السلوك المالي، تردد اسم عمرو فهمي في كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور 9 أشهر على وفاته وهو في عمر 37. الشاب المصري تعرض للإقالة من منصبه كسكرتير عام للاتحاد الإفريقي قبل نحو 10 أشهر على وفاته، هذا بعد أن تقدم بشكوى للجنة القيم ضد رئيسه وضحى براتبه الضخم ومنصبه الرفيع. كانت مسيرة عائلة فهمي في الاتحاد الإفريقي قد بدأت عام 1961 عندما تولى مراد فهمي لاعب الأهلي في الثلاثينيات والمدير الفني لمنتخب مصر بطل إفريقيا 1957 منصب السكرتير العام لمدة 21 عاما، وكان له دور البطولة في حفاظ الفريق عبد العزيز مصطفى على رئاسة الاتحاد عام 62 في مواجهة الإثيوبي تيما. المنصب الكبير بقي في حوزة العائلة العريقة لمدة 28 عاما أخرى بعد أن تسلمه مصطفى مراد فهمي من والده، وساهم مع الكاميروني عيسى حياته في تقدم الكرة الإفريقية على كافة المستويات الفنية والمالية، ثم انتقل بعدها لأروقة الاتحاد الدولي في زيورخ كمدير للمسابقات حتى عام 2015. عن قرار لجنة القيم وأهميته كرد اعتبار له شخصيا ولنجله الراحل، ماذا عن كواليس رحلته الطويلة مع الإدارة الرياضية على مدار أكثر من 3 عقود وتجربته في انتخابات الأهلي 2017 وعلاقته الحالية بمجلس إدارة النادي وتوقعاته لنتائج انتخابات الاتحاد الإفريقي في مارس المقبل والعديد من الملفات الأخرى؟ يدور حوار المهندس مصطفى مراد فهمي مع شوبير في ملعب أون تايم.